يشهد سوق الفقح حاليا إقبالا من المجتمع الكويتي وسط أسعار متفاوتة. ينبت في الصحراء بعد سقوط الأمطار بما يقرب 70 يوما، ذو قيمة غذائية عالية اشتهرت به دول الخليج وشمال أفريقيا. والله الأسعار طال عمرك، قبل 3 أيام 4 أيام كان الكيلو بثلاثة دينارين 3.5، الحين سبحان الله صار 6 و7، الأسعار قامت تزود شوي شوي يعني. والله سوق الفقع الصراحة أنا أشوف إقبال وايد والنوعيات كثيرة، إنزين، وفي يعني الصراحة أنا توني ما أخذه ورفيشتي جت من السعودية بعد خذت، من السعودية قاعد يأخذون، ما شاء الله ما شاء الله الإقبال وايد حلو. الفقع هو إحدى المأكولات الموسمية الشعبية التي يستبشر الناس بحضورها ما أن تبدأ الأمطار على أراضينا الصحراوية. وفي الفقع السعودي بس ما جاء له العين، واصل عليه يمكن باقي 10 أيام تقريبا إن شاء الله العين 10 أيام، والفقع الكويتي. الفقع الكويتي يجي كميات خفيفة، بس السعودي يجي كميات كبيرة لأن الأرض وسيعة هناك. وفي الفقع العراقي يجي هنا وقليل، من 8 دنانير الجملة إلى 9 دنانير يبيعونه ب 12 وفوق. السعودي والكويتي لا، من 15 إلى رايح إلى 25 دينار. السنة ما شاء الله الفقع واجد والسوق طيب ما شاء الله، وأسعار نازلة، يختلف عن السنة طابت واللي قبلها، ما شاء الله الخير واجد السنة هذه والحمد لله. يعني يجي من تونس والجزائر ومن ليبيا ومن موريتانيا ومن كل الجهات، يعني ما في إعاقة في التوريد، وفقع طيب ونظيف وأسعار مختلفة طبعا. الجودة والنوع يلعبان دورا مهما في تحديد السعر، فإن نعومة الملمس والخلو من الأتربة عامل رئيسي للشراء. ناصر الهاجري، تلفزيون دولة الكويت.